مرحبا بك. يعني بداية نبدأ من إعلان مفوضية حقوق الإنسان، يعني 260 شهيدا و12 ألف جريح منذ بدء الاحتجاجات، يعني كيف تعلق؟ تفضل. تحياتي لك أستاذ حسن ولكل مشاهدي الرشيد قناة الرشيد الفضائية. يعني بالتأكيد يعني هاي مأساة، يعني رقم كبير حقيقة، والغريب رغم كل هذه الأرقام اللي تزيد يوم بعد يوم ما زالت الحكومة رغم أنها حكومة مشتتة يعني ومقالة يعني حقيقة قبل أن يقدم استقالته السيد عادل عبد المهدي، أقول ما في ردود فعل رسمية عن هذه الأرقام، وكأن هؤلاء الشهداء يسقطون يعني لا يهم أحد. دكتور يعني كاظم، ردود الفعل يعني احنا حتى مثلا الدول الخارج يعني ما شفنا فد ردود قويه من عندهم. يعني انا اعتقد، شوف انا بتقديري يعني 25 كنت بالمظاهرات، البارحه كنت، اليوم ايضا، يعني باستمرار حقيقه دا شاهد. الاهم اني بتقديري هو ماذا يدور في ساحه التحرير. ساحه التحرير الان خليه نحل. الان بدات التنسيقات تشتغل حتى على مستوى التنظيف، شفت من يعني من اجمل الطالبات البارحه كانوا يعني يحملون الحقيقه الالات التنظيف المكنسه وغيرها وينظفون. النفق التحرير الان تحول الى جداريه من الرسوم الجميله اللي تمجد هذه الانتفاضه الكبيره. اليوم ايضا شاهدنا، ما نزلت حقيقه للنهر بس جانا فيديو ايضا نازلين الشباب على ساحل دجله وبداوا يعبرون سباحه، هو نوع من التحدي الجديد هذا، غير استخدام بعض الادوات يعني الاخرى، يعني هناك تحدي كبير. انا اعتقد الحاله ساحه التحرير يعني لم تعد مقتصره على هذه المساحه البسيطه واللي يجوها يوميه طبعا بالالاف، انما هي اصبحت حاله وطنيه. اليوم يعني يكاد يكون المفروض في معظم البيوت العراقيه. دكتور كاظم، يعني خطاب ابدا البارحه المفروض اني اوصل لكم، ما قدرت اوصل لكم البارحه من كثره الناس، يعني شارع جسر الجادريه يعني تماما، يعني كل سيارات واحتفالات والاعلام العراقيه وحدها هي اللي ترفع، يعني فرحه وكانه العراق فاز بكاس العالم لكره القدم. نعم. يعني هيك اشبه الفرحه الكبيره. يعني انا اعتقد هذه الحاله من تكون حاله وطنيه لها استحقاقات، وهذا مهم جدا، استحقاقاتها مع الوقت مع عامل الوقت ستكون كبيره وجديه ايضا. هاي الجديه طبعا لها علاقه بهذا الاصرار الكبير الموجود عند الشباب. دكتور يعني كاظم، يعني خطاب، عفوا على المقاطعه الحديث. دكتور كاظم، نعم. خطاب المرجعيه، نعم. امس يعني وضع النقاط على الحروف وزاد، نعم. من دعم المتظاهرين بذات الوقت سحب البساط ممن يحاول الإساءة لهم، يعني كيف تقرأ أثر الموقف على المتظاهرين وعلى يعني تحقيق مطالبهم؟ نعم، الحقيقة كان الخطاب المرجعية مهم جدا البارحة الجمعة، يعني مهم بدرجة أنه هدأ الشارع بالطريقة، أنه كان بعض الجهات للأسف تريد أن تعمل نوع من الشغب، نوع من التحدي، واعتقد خطاب المرجعية كان في مكانه وفي زمانه، هو مو فقط على مستوى المحلي. يعني كان رسالة انذار لبعض الجهات الموجودة في العراق، وانما ايضا على المستوى الاقليمي، يعني رسالة واضحة لايران كانت ما بها اي لبس، وايضا على مستوى الدولي ايضا. وانا اعتقد المهم هو اليوم الحقيقة ان تكون هذه الانتفاضة يعني على لسان المجتمعات الدولية، يعني المهمة، منظمات حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، طبعا الأمم المتحدة كان الممثلة زيارتها، والبارح كانت مهمة جدا وركوبها في سيارة. طيب دكتور، يعني المواطن التحرير. المواطن يسأل عن، نعم. المرحلة المقبلة، يعني أنت كمتابع، نعم، يعني هذا مهم، شنو السيناريوهات هذا المحتملة؟ مهم جدا، هذا مهم جدا. يعني سواء من حيث الصمود، صمود المتظاهرين، او مثلا استجابة الحكومة، او راح تبقى الحكومة، يعني شنو السيناريو؟ نعم، يعني انا اعتقد ربما اول حادثة بقيت انا فعلا يعني في مستوى ان احلل هاي الحادثة، عندما اعلن من التجوال قبل 3 ايام، ماذا حدث؟ 12 كان للستة، بمعنى هو كان محاولة ربما للجهات الامنية ان تنفرد بالساحة على اساس اللي يبقون وراء 12 هم المعتصمين ومجموعات قليله ممكن الانفراد بهم وفض الاعتصام وانزال الشباب من المطعم التركي ويعني تنتهي المساله. ماذا حدث؟ حدث رد فعل رهيب.
آلاف الناس توجهت الساحة التحرير وبقت في ساحة التحرير وكسر الحقيقة هذا الأمر مع منع التجوال، حظر التجوال، القرار انكسر تماما. فإحنا أمام أي فعل حكومي راح يواجه برد فعل كبير ليس على مستوى الساحة فقط، أنا قلت حالة وطنية أصبحت، وإنما على إذن فلتحترم الحكومة آراء يعني ومشاعر الحكومة ما زالت تعتمد دكتور كاظم على عامل الوقت والمماطلة يعني. هل تنجح في نهاية المطاف؟ يعني أم أنها ستجبر للاستجابة رغما عنها؟ هم يعتقدون ربما يحدث نوع من التكاسل بالساحة أو الملل أو خلل معين أو أو احتواء هذه التظاهر. أنا يعني بسببتي كإعلامي أيضا عندما أنزل للساحة دا أزيد الإصرار يوميا بشكل يعني يقوى يوم بعد يوم. حقيقة أنا أتكلم وليس بفعل الحماسة أو العاطفة، أتكلم أنا بالمناسبة من حضرت، أنا جيت من إسطنبول ويعني حضرت قبل 3 أيام من 25 بالشهر، قلت لازم أحضر وأشوف. 26 ما رحت، تسألني ليش ما رحت يوم 26؟ نعم. كنت خايف، تتذكر أستاذ حسن كنا نروح إحنا. نعم. 2016 المظاهرات التحرير كان جمعة ورا جمعة، يعني كانت الشغلة ما كانت حقيقة، ما كانت بهاي الصورة. خايف للعدد ينزل، خايف للعدد يهبط، يعني ينزل ويكون عندي إحباط. لكن يومية تيزي إجوا جماعتي، وكنت حقيقة جنت في مقهى رضا علوان، إجوا الجماعة ويا المغرب، سألتهم أصدقائي قالوا بالعكس أكثر من البارحة، قلت الحمد لله إذا الانتفاضة بخير، وبدأ العدد يزيد ويزيد إلى أن الآن أصبح حالة وطنية يومية. العراقيين يخرجون ليلا شايلين الأعلام سياراتهم فرحين جدا، وهي كلها بالمناسبة هي مساندة معنوية للشباب المنتفض. نعم. الأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.